السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلامة. ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحديات سيطرة الموقع من الجزء الثاني من هذه التحديات، واللي هي تحديات الاوفر تايم اللي كانت تنزل من اواخر السيزونات الماضية. ولذلك هذا التحدي راح يطلب منك انه تكسر التيدي بير او الدب تيدي، واللي هو موجود في منطقة شجيرات هولي او منطقة هولي هيتش اللي اسمها بالانجليزي. طبعا راح يطلب منك على 3 مراحل، وانا اعتذر للفيديوهات اللي راح انزلها بعد التحديات راح تتاخر لان النت عندي زفت كالعاده. فلذلك فاول ستيج راح يطلب منك انه تكسر تيدي بير واحد، والستيج الثاني راح يطلب منك 3، والستيج الاخير يطلب منك تكسر 7 تيدي بير. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات، دعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشه. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.